متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بأخراء توقعات درجات الحرارة في المملكة، حيث تتأثر المملكة في أجزاء منها بموجة حارة تبلغ بها درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية في وقت مبكر. كما نلاحظ بأن الأجزاء الشمالية الغربية المملكة تحت تأثير درجات حرارة ربيعية وأقل من المعدلات، ولكن على الجانب الآخر المملكة درجات حرارة مرتفعة للغاية تصل إلى حاجز يقترب من 50 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة، تفوق 45 درجة مئوية في الرياض. كما نلاحظ خلال الأيام القادمة يستمر وتستمر درجات حرارة بالبلوغ إلى مستويات تصل إلى حد 50 درجة مئوية، سواء في الكويت شمالا أو في المناطق الشرقية من المملكة أو حتى المناطق الجنوبية الشرقية، وتستمر العاصمة الرياض تحت تأثير هذه درجات الحرارة الأعلى من المعتاد، وتتفوق حاجز 45 درجة مئوية كما نلاحظ. وحتى يوم الاثنين يبدأ تراجع تدريجي قليل على درجات حرارة خاصة في المنطقة الشرقية، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بنشاط للرياح الشمالية الغربية أو الشمالية التي تسمى برياح البوارح. هذه توقعات لتوقعات الرياح تشير إلى أن المملكة اعتبارا من بعد منتصف هذا الأسبوع ستتعرض لنشاط يومي لما يسمى برياح البوارح. ما هذه الرياح ولماذا تهوب على المملكة؟ هي طبعا نتيجة فروقات في الضغط الجوي. تبدأ رياح نشطة جدا بالهبوب من مناطق جنوب العراق ثم الكويت باتجاه المناطق الشرقية من المملكة، وأحيانا تتجه إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة. تكون هذه الرياح ساخنة جدا ومحملة بالأتربة والرمال، وتحد من مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت في هذه المناطق. كما نلاحظ أن يوم السبت لا وجود لهذه الرياح في المملكة، لكن إذا لاحظنا يوم الأحد تنشط الرياح في المنطقة الشرقية للمملكة، تكون مثيرة للغبار في مناطق قريبة من الإحساء مثلا والمناطق الجنوبية من المملكة. ويوم الاثنين تزداد هذه الرياح بالنشاط في مناطق قريبة من الجبيل والخبر والدمام كما تلاحظون بهذه الألوان، وأيضا ربما العاصمة الرياض تتعرض في أجزائها الجنوبية منها لنشاط في هذه الرياح. وكما نلاحظ تصل هذه الرياح أيضا إلى مناطق مثل وادي الدواسر والمناطق الجنوبية غربية، هذه تقريبا المسار الطبيعي لهذه الرياح كما تلاحظون. يوم الثلاثاء تزداد أكثر نشاطا هذه الرياح كما تلاحظون، ويصبح حتى البحر جدا مضطرب قبالة سواحل الدمام ومناطق القريبة من البحرين، وتستمر هذه الرياح بالهبوب وتصل إلى مناطق أيضا كما تلاحظون جنوبية غربية. تكون هذه الرياح محملة بالأتربة والرمال والأجواء المغبرة، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. يوم الأربعاء ذات رياح البوارح تنتقل قليلا إلى المناطق الوسطى، يعني لو لاحظنا يوم الثلاثاء مثلا تكون درجات الحرارة أو الرياح تكون مسيطرة في المنطقة الوسطى أو الجنوبية الغربية، لكن تنتقل اليوم الأربعاء إلى المناطق أكثر وسطى، الرياح الشمالية المغبرة تهب على مناطق الكويت، مناطق الجبيل والخبر والدمام، وتتجه إلى مناطق العاصمة الرياض وأيضا سائر المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، وتكون هذه الرياح محملة بالأتربة والرمال والأجواء المغبرة إجمالا. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، كما نلاحظ يوم الأحد 47 درجة مئوية في العاصمة الرياض، تبقى 47 يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء 46 درجات حرارة لاهبة والأجواء حارة للغاية في العاصمة الرياض. ولكن كما نلاحظ الأجواء مغبرة بعض الشيء، تصبح يومي الاثنين والثلاثاء نتيجة هبوب هذه الرياح رياح البوارح، درجات حرارة أيضا ليلا 31 29 29 درجة مئوية تقريبا في المملكة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال نهار يوم الأحد ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة، سأبدأها من الشمال في سكاكا 39 درجة مئوية والصغرى 26، في عرعر 41 إلى 25، وفي تبوك 38 إلى 23 درجة مئوية. انتقالا للمناطق الغربية تكون 40 درجة مئوية في مكة والصغرى 31، 44 في المدينة المنورة و33 الصغرى، 32 إلى 30 في جدة، زخات رعدية محتملة من الأمطار بعد الظهر في مرتفعات الطائف، تكون درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية. في مناطق جنوب غرب المملكة تكون الفرصة مهيئة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار على مرتفعات جنوب غرب المملكة، العظمى 31 والصغرى 18 في أبها، 29 إلى 20 في الباحة، و 38 إلى 30 في جازان. المناطق الشرقية المملكة في الإحساء الأجواء تكون حارة للغاية ولاهبة، درجة الحرارة قريب 50
درجة مئوية، العظمى صورة 31 وأجواء مغبرة أيضا بعض الشيء، 46 إلى 34 في الدمام والأجواء أيضا لاهبة، حافة البطن 48 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 31 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في العاصمة الرياض 47 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 31، 45 في بريدة وفي القصيم، والصغرى 29، وفي حائل 41 نهارا والصغرى 29 درجة مئوية. الأجواء حقا لاهبة في مناطق مختلفة من المملكة في انطلاقة قوية لفصل الصيف بشكل مبكر. إذن هذا ككل مدينة بشأن الأحوال الجوية في المملكة. المزيد حول توقعات الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع وفي التفاصيل أوفى في النشرة الجوية الأسبوعية. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.